تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى موعدية الثالثة الإخبارية. والمستهل بالتعاون العسكري الجزائري الروسي، وفي اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى فيدرالية روسيا تلبية لدعوة من وزير الدفاع لفيدرالية روسيا، استقبل أمس الفريق الأول سعيد شنقريحة بمقر وزارة الدفاع الروسي من قبل وزير الدفاع الروسي الفريق الأول سيرجو شويغو، الذي السيد الفريق أول زار في اليوم الثاني من هذه الزيارة بالعاصمة موسكو قبر الجندي المجهول بالساحة الحمراء وساحة الأمير عبد القادر. موفدنا إلى روسيا أحمد أمين دريتي. جلسة عمل موسعة جمعت الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بوزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. جلسة سمحت لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ووزير الدفاع الروسي سمحت ببحث السبل الكفيلة بدعم التعاون العسكري بين البلدين وأفق تعزيزه مستقبلا بما يعكس إرادة قائدي البلدين. تشكراتي وامتناني العميق على حسن الضيافة والكرم اللذين حظينا به منذ وصولنا إلى فيدرالية روسيا، كما أحمل رسالة صداقة من طرف السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى نظيره الرئيس فلاديمير بوتين وللشعب الروسي الصديق وقوته المسلحة، معبرا عن أهمية هذه الزيارة التي من شأنها المساهمة في تعزيز تعاوننا. قبل ذلك وفي إطار زيارته الرسمية إلى روسيا، قام السيد الفريق أول سعيد شنقريحة بزيارة إلى قبر الجندي المجهول بالساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، أين كان في استقباله القائد العسكري للمدينة. السيد الفريق أول وضع إكليلاً من الزهور ووقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد للجندي المجهول، ليستمع بعدها إلى النشيد الوطني ويخص باستعراض عسكري أدته وحدات حرس الشرف التابعة لوزارة الدفاع الروسية. بعدها تنقل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى ساحة الأمير عبد القادر وسط مدينة موسكو، حيث وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري المخلد للأمير عبد القادر وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء. هذه الساحة، ساحة الأمير عبد القادر بالعاصمة موسكو، التي دشنها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون خلال زيارته إلى موسكو قبل شهرين من الآن. كانت محل زيارة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، وتعد امتدادا للتعاون والصداقة القائمة بين البلدين على غرار التعاون العسكري ضمن الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين الجزائر وروسيا. أحمد أمين دريدي، التلفزيون الجزائري، من ساحة الأمير عبد القادر موسكو. بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي لعدة دول إفريقية بالجزائر، تم اليوم تدشين المقر الرسمي لسفارة جمهورية تنزانيا وبإشراف من كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون شرق إفريقيا لتنزانيا الاتحادية سيريجومينا لورانس تاكس. المناسبة كانت سانحة لممثلي البلدين للتطرق إلى مستوى جودة العلاقات التعاون الثنائية وسبل تعزيزها إلى آفاق أوسع من خلال آليات حددت خلال اللجنة المختلطة الجزائرية التنزانية أمس، والتي كللت بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة وتعاون. في التعاون الطاقوي، وفي اليوم الثاني من زيارة العمل إلى جمهورية زيمبابوي، تحدث اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مع وزير المناجم والتطوير المنجمي لجمهورية زيمبابوي وينستون شيتا
نيدو بحضور المديرين العامين لمجمعات سوناتراك وسونالغاز وسونارام ونفتال، إضافة إلى إطارات من وزارة الطاقة والمناجم. وتركزت المباحثات بين الجانبين حول بحث فرص وإمكانيات التعاون والاستثمار والشراكة في قطاع المناجم، حيث أعرب عرقاب عن استعداد الجزائر لتطوير مشاريع هيكلية منجمية كبرى من أجل تنويع الاقتصاد الوطني. ومن جهته أكد الوزير الزيمبابوي عن اهتمام القطاع المنجمي لبلاده لاستغلال جميع فرص الأعمال والاستثمار مع الشركات الجزائرية الناشطة في القطاع بالجزائر. في إطار رقمنة القطاع، تم اليوم بمقر وزارة المالية توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرية العامة للضرائب، وهذا لتبادل البيانات المسحية عن طريق آليات تكنولوجية لإرساء الرسم العقاري ورسم رفع القمامات المنزلية والضريبة على الثروة. وتسهيلا لخدمة المواطنين في الولوج إلى مختلف المنصات، أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منصتين رقميتين، خدمات والتواصل، في إطار رقمنة القطاع، مما سيمكن كل المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين من الاطلاع على كافة الخدمات والإجراءات الإدارية الخاصة بالقطاع دون عناء التنقل. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 26 جويلية إلى 4 أوت 2023 عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. في إطار تأمين وحماية مياهنا الإقليمية ومحاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، تمكنت فرقة بحرية تابعة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل بالجزائر العاصمة بالواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى من إحباط محاولة إدخال كمية من الكوكايين تقدر ب 35 كيلوغرام و800 جرام كانت محملة على متن سفينة تجارية تحمل راية دولة مالطا، وهذا على مستوى ميناء الجزائر. العملية انطلقت بفضل استغلال معلومات بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني حول تواجد كمية من الكوكايين مخبأة داخل السفينة التجارية أغيس القادمة من دولة مالطا، والتي كانت راسية على مستوى الرصيف 33 بميناء الجزائر. تم توجيه وحدات عائمة لحراس السواحل قصد تأمين مسرح العملية، وبناء تسخيرة وكيل الجمهورية أقول، تم إخضاع السفينة للتفتيش الدقيق من طرف أعوان حرسي السواحل، مما أسفر عن كشف وضبط الكمية سالفة الذكر كانت مخبأة على مستوى رافعة على متن السفينة. وفي السياق ذاته، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 36 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 174 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 271,007 أقراص مهلوسة. وبكل من تمنراست وأدرار وإنجزام وجنات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 161 شخصا، وضبطت 28 مركبة و195 مولدا كهربائيا و103 مطرقة ضغط وخمسة أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 19 شخصا آخر وضبط 6 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر ب 13
طن، بالإضافة إلى 16 قنطار من مادة التبغ و 28,835 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر ب 7,921 لتر بكل من تبسة وسقهراس والطارف. ومن جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 270 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنعة، فيما تم توقيف 237 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. لقي شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم على الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين ولايتي إنسلاح وتمن راست حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية. ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث. أحيت اليوم جمعية مشعل الشهيد ضمن منتدى جريدة المجاهد بالتنسيق مع جمعية العلماء المسلمين الذكرى 12 لوفاة العلامة الفقيد عبد الرحمن شيبان بحضور أصدقائه وأساتذة وأصدقاء أيضا جمعية العلماء المسلمين. اللقاء كان فرصة للوقوف عند إسهامات الفقيد وما للتربية والعلوم والدين إبان ثورة التحرير الخالدة وبعد الاستقلال. انتقل اليوم إلى رحمة الله الزميل السائق بتلفزيون مالك بن فرحات عن عمر ناهز 58 عاما بعد معاناته مع مرض عضالة. وإثر هذا المصاب يتقدم المدير العام للتلفزيون الجزائري باسمه وأصالة عنه وعن كافة زملاء بالتلفزيون بأخلص التعازي وأصدق مواساة لعائلة الفقيد، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تحت شعار نصف قرن من الصمود إصرار على فرض الوجود، انطلقت اليوم بكلية الحقوق بجامعة بودواو ببومرداس الطبعة 11 للجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والتي تدوم 15 يوما، حيث سيتم التطرق خلال الأشغال إلى تطورات القضية الصحراوية ومستجداتها الدولية، إضافة إلى تكوين إطاراتها وتعميق المعارف تدعيما لمسيرة البناء للمؤسسات الصحراوية. ختام موجز الأخبار، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة وأطيب المنى.